السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير؟ صحيحه؟ اش كتعاودوا؟ المهم ما تديوش على الناس اللي على برا، كاينين شي دراري واقفين حتى الدار، الصوت ديالهم كيتسمع. جيت بغيت باش نصبن هاد الثوب، راه من نهار فرشو ما عمرني صبنته، وداك النهار كنت كندير لاسبيغاتور ويبان ليا بلي كاين واحد شويه الفرق بين هنا وهنا، بكثرت باين واش توسخ، ماشي باين واش توسخ، راه توسخ وبان لي هذا راه كيطلق، لان طلق لي شويه هنا في الصباغه، يبان لكم هنايا. قلت غادي نصبن هادو بوحدهم، ندوزهم في الماكينه. راني شريت واحد اخرين، غادي نبقاو معايا حتى نحيد هادو، ندير تليمطات باش يتصبنوا، وغادي نفرش ان شاء الله تفريشه جديده. مازال ما شريتش الطابلو، تنشريه ان شاء الله وغادي نبارطاجيه معاكم. بغيت نبارطاجي معكم هذا، غير هو راه يلاه شر يلاه كلينا فيه، مازال ما مسحتوش مزيان. دونك هذا ديال بي في سي، كنت ديجا محتاجاه للطبله. الديفو اللي كاين فيه هو هذا، ها هو، شفتوه كيبان بحال الا صافي كيتسق على الطبله، ما كيبقاش بحال هكا. اون فوا كديروا يديكم، شفتوا اون فوا كتحيت، ما ندير كاع لي برودوي اللي بانوا ليا، مسحت بهذا تحت منه. المهم اي حاجه جات متقله راه سميتو زيدوا عليها، ما بغاش تحيد ليا فيه واحد الطبعه ديال المرقه، واحد الطبعه ديال المرقه ما بغاش تحيد ليا فيه، انا راه مازال ما مسحتوش. المهم هذا كنت خديته عند عادل ديكو، يمكن اللي سميتو كاين في انزكان. كنت خديت هذا كامل ب هذا خديته بتسعين درهم، ولكن راه عندي في واحد النص اخر دايره في لافيسيل، فوق لافيسيل. واش غنقول لكم، كيتحسب المتر كاري، يعني انا خديت تسعين درهم، خديت واقيلا قطع ليا العبار، ولكن داكشي اللي شاطره خديته حتى هو، حيت كيتعبر بالمتر كاري، يعني الطول في العرض. المهم بالنسبه لفيديو ديال السيجور، الا ما كنتوش ديجا شفتوه، الا بغيتو الاتمنه وكلشي، غادي نخلي لكم في لابار ديال لانفو، نخلي لكم في شي اي هنايا في الفوق نخلي لكم. المهم بقاو معايا دابا باش نبداو في شونجمون. قبل ما نبداو البنات، كنت باغي نوريكم هاد الكوكسينيلا هادي اللي خديت، راه كتنقي مزيان، عاد راه عجبتني. انا غادي نوريكم شوفوا، وهادشي راه بلاسبيغاتور، كنطلقها مرة مرة هكا باش كندخل، كنطلقها كنخليها هادي. دابا لي جمعت من هنا، راني حطيتها بلوتو تحت الناموسية، يعني عندي ناموسية طالعة لتحت كدخل التراب. شوفو شحال ديال الوسخ، سيغتو بزاف الشعر. راني طلقتها كتشد شوية لاشارج، يعني كتشد المدة باش تشارجا، ولكن راه كنخليها في لاشارج باش منين نجي نلقاها موجودة. شوفوا هنايا، شوفوا الزغب، شوفوا. المهم ضروري خصني تنقى ليها هذا الشيء بحال هكا باش تخدم مزيان، حيت غادي نطلقوها. وراه كتعرف فين تمشي، كتعرف فين كتحبس الا جاتها شي حاجه، كترجع. غادي ندوزو دابا البنات لهاد الطبله، حيت اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نحيد حاجه بحاجه. دونك غادي نبداو بسميتو بالطبله. هذا اللي كتشوفوه الزيت، راه كنت بارطاجيتو معكم، ولا غنكون نبارطاجي معكم في هاد لا فيديو هادي، والله ما عقلت. المهم اول حاجه غادي نديروها بطبيعه الحال هي غادي نحيدو المخاد، وشكون بحالي اللي ما كيحملش، انا ما كنحملش هادو الاثنين الحوايج، ما
كنحمل انني نبقى نردهم، بعدا نردهم صعيب باش انني نردهم، كتجيني صعيبة وكيضرك الفوق ديال يديك. المهم كيجيوني صعب، كنفضل انني اللي صايبت هكا تلامط يجيبهم ليا الخياط مصايبين عامرين، حتى العمارة ديالهم هما كتكون عمارة ليا زوينة وكيعمروا لك دوك القناة ماشي بحالي انايا، حيت ما كنكونش قانع ما فيا اللي يدير هذيك الحاجة، كنكون ما كنصايباش على حقه وطريقه. الا كنتو ما شفتوش ديجا لا فيديو ديال السيجور، رجعوا شوفوه باش تعرفوا كل حاجه، تعرفوا كيفاش كانت تما في الاصل، الاثمنه، المهم بزاف ديال الحوايج. كنتمنى انكم ترجعوا لا فيديو اللي من قبل. صافي دابا البنات ساليت هنا، بلاتي نسد هاد الكوكتيل، ساليت هنايا وفايت. دابا غادي نحيد حتى هادو، حيت انا راه عندي كي تحيدو عندي فيهم السلسلة، نوريكم هنا عندي فيهم السلسلة، هادي ما عرفتش فين عندها السلسلة، هاهي هنا شفتو، هاهي وراه مغلف دو فوا، وهذا هاد المضرب شفتو، هدا هاد الفرش، داكشي باش عجبتني صراحه الخدمه ديال هذا، نقيه دونك هانتو. المهم هذا البنات راه كيجي ساهل باش كتبغيو تلقيوه، كيجي ساهل. دابا راه خرجوا وحدين لاصقين مع هاد اللعيبه اللي كتحل، راه كتجي صعيبه الا كنتو باغي تنوض وايدي كيجيك صعيب. نتوما البنات عامين دابا تقريبا هو عندي باقي كيف ما هو، مازال هادي راه كنعسو عليها، ملي تقدر تنعسي عليها بالليل فيها حتى شي مشكل، نفس هاد التوب ولكن هنايا شديوش على هنا. المهم البنات راني عزلت الحمر وعزلت هادو بوحدهم وعزلت الملونين وعزلت هادوك، ما غاديش نخلطهم. المهم راه روينا كلها كاينه لهيه ديال المخاد، هادو غادي نخليهم حتى لغدا لانهم بانوا ليا كثار، هادو غادي ندورهم في الماكينه باش هادو غدا ان شاء الله ينشفوا في الشمس، هادو غادي نخليهم غير هكا قليل غادي ينشفوا دغيا دغيا. عزلت هادو لان كما قلت لكم بان لي راه كيطلق، ما عرفتش واش شد في الصباغه ولا هو كيطلق. المهم راه عزلتهم، عندي جوج مخيدات وعندي عندي ثلاثه صغار، هما ثلاثه ديال البيتي كوسان وجوج عاديين. نتوما البنات بحال دابا مثلا انا نسيت ما زدتش هذه ديال على حساب ما يطلقوا، واخا هما لون فلون ولكن ما بغيتهمش يطلقوا في بعضياتهم. كديروا بوز كتبان لكم سكتات، كتحلوا الدور صافي، هانتوما غادي تدخلوها بحال هكا تسدو صافي، غادي ترجع تخدم. شكون اللي تا الما ولينا كنشريو، لان صراحه في الحي المحمدي ولا الما خايب مبقاش بنين. قولوا لي واش نتوما اللي ساكن في اكادير بالضبط الحي المحمدي، واش نتوما كتعانيو من نفس المشكل؟
البنات كنت قلت لكم باللي راه خسر ليا هاد الراس. المهم ما تديوش على هاد الشيء كي الشعر كان خسر ليا هاد الراس. هادي دابا فين كيدخل هنا هاد اللعيبه هادي اللي كانت كدور، ما كانتش كدور ليا هادي باش هي تاسبيري. صافي ديتو كما قلت لكم، كنت صورت لكم فواحد لا فيديو ديتو حيت انا كنت خديتو في بيوغناج، ديتو انا باقي عندي في لا غارونتي. صافي وصايبوه، جو بونس ان هاد لا سوسيتي هي اللي كتصايب ليهم، هي اللي كدير ليهم لا مانتونس. زوينه تكون عندكم، راه بنت لي طليت عليها لقيت بلي راه كتصايب حتى بحال لي فيسيل، لا ماشينا لافي، الثلاجه، داكشي اللي ديجا ديال الانفنتور، بحال ديال بحال هذوك بحال عندي في الثلاجه والماطر ديالهم، صعيب باش انك تلقى شي واحد يصايبهم. المهم كانت خسرات ليا، صايبوها ليا، ولكن الصوت فيها واحد الصوت ماشي بحال الصوت كما كان في الاول. انا حيت كما قلت لكم كنت خديت هذه، كانت اكسبوزي، شوفوا طلعت دقات، كانت اكسبوزي في يعني هي اللي بقات، هي اللي كيوريو العباد الله سنغمل انه يخرج فيها هذا المشكل. دونك انا ما عنديش فيها مشكل، ملي مشيت صايبوها ليا صراحه عطيتها لهم مقيله، قلت عندهم 5 ايام، عطيتها لهم مقيله السبت، عيطوا لي الاربع، صافي مشيت ديتها وتصايبات هادشي اللي كاين. المهم كما قلت لكم انا هذا هو المشكل لحد الان وقع ليا فيها، حيت واخا هكاك للامانه كما كيقولوا ما غاديش نقول لكم ان الحاجه زوينه، ونقول لكم حتى الحاجات اللي هما خايبين في هذيك الحاجه اللي جربت انا بور لو مومون. هادشي اللي وقع ليا فيها ان شاء الله هذه غادي نعديو بها، وانا طلبوا ان شاء الله يكونوا الفلوس ونشريو الدايزن، حيت الدايزن صراحه هي هذيك هي اقل بيات خمامها باش ياتيني الله. المهم هادشي اللي كاين، انا دابا راه حطيت هادوك المخدات باش يتصبنوا في لاماشين، ان شاء الله مني غادي يتسالاو غادي نعاون نفرش معاكم. نمشي دابا باش نوريكم الطليمطات. دابا هي الفتيات الجميلات نوريكم توب باش غادي نبدل هادي المخده الكبيره، حتى هو راني درتو اونتي تاش ولكن سي با لا بروميير كاليتي، ماشي بحال الاخر، هذا غير ديال هذا غير مسلك شويه وصافي. المهم حيت اصلا داكشي اللي قلت لكم من الاحسن انكم ديروا الحاجه نوتخ باش تبقاو كتبدلوا. انا كنت صابيت يعني نقدر نبدل حتى مثلا هذا اللي كنهضر لكم لتحت، يعني راه غادي يجي احسن، راه كتبدل الجلسه كامله. مي بون انا بدلت غير دوك جوج مخدات اللي عندي في الاحمر، غادي نبدلهم بهذا اللون حيت صافي طلع لي صراحه الاخر في الراس. عندي لي بيتي كوسان صاهم، عندي هكا ما عقلتش درت جوج ولا ثلاثه، عندي هذا، عندي الكحل، وعندي هذا اللون هو علاش تبازيت، هذا هو علاش تبازيت باش درت هاد المخدات هادو، درت الكحل ودرت البيض. دونك هادشي نشجعي هما. دونك غادي تكون واقيلا تخيلتو شنو باغي ندير. المهم تشوف ها هو داير بحال الميلونج هكا، بحال خلطتو الصباغه، كاين فيه هاد اللون كاين فيه الصفر. انا ما كنتش باغيه ندير الصفر لان ديجا عندي الصفر، بغيت نبدل شي حاجه زرقاء، داكشي علاش بغيت نبدل الطابلو باش يجيني معاه الطابلو. مشيت قلبت عليه في كيتيا داك العبار اللي لقيت، قيتو 500 درهم، لقيت العبار ديالو صغير على داكشي اللي بغيت، يعني غير ديال بحال ديال فوق تيت دولي. انا بغيت شي حاجه اللي تكون هكا كبيره شي شويه. غالبا غادي نعاود نكومونديه من عند ماسينارت، حيت صراحه عجبني هذاك لو طابلو اللي وريتكم. الا ما كنتوش شفتوا لا فيديو ديال الطابلو رجعوا ليه، ولا غادي نخلي لكم باش تمشيو تشوفوا وتعرفوا علاش كنهضر. المهم خديت هادو صايبتهم، ماشي خديتهم صايبتهم، اختاريت غير الثوب من هادو تبازيت على هاد سميتو. المهم درت هادا، درت وقيلة ثلاثة أو مقلتش واش درت ثلاثة من هادو، درت ثلاثة من هادو هاهما، درت وقيلة جوج من الآخرين، جوج من هادو، صافي هادشي درت. درت جوج زرقين كبار، درت هاد الزرقه وحده تيكوسان، ثلاثه من هادو،
وجوج كحلين. دونك هادو هما التلانطات، غادي نتسناو باش نفرشوهم. قبل ما ندوزو باش نفرشهم ضروري ندوزو لاسبيغاتور. شحال من وحده سولتني على لاسبيغاتور واش مزيان، لا فيديو ديالو هي من قبل الا كنتو باغي تشوفوها. لاسبيغاتور صدقات زوينه، ولكن كما قلت لكم وقع ليا في واحد المشكل، ولكن الحمد لله يعني بلا غارونتي تصايب ليا وكل شيء، ما عرقلش ليا الخدمه ديالها. كما كتشوفوا راني خدامه بها دابا، دونك بالنسبه ليا فراه هي اسبيغاتور مزيانه غابور كاليتي بري. كيجاكم السيجور ديالي البنات؟ شوفوا كيجاكم هذا الديكور، كيجاكم زوين زوين ولا نخليه؟ قولوا لي في الكومنتر واش نحيدو ولا نخليه. مهمتك. جاني حتى هذا اللون زوين، غادي يجي مع الصباغه. شفتوا يقدر ان شاء الله الى سهل الله نقدر كاع نبدلو ندير شي واحد اخر شي لون بحال هكا. هذا هو الديفو ديال هاد هكا لي سوجور لي كيكونوا بحال هكا، ماشي بحال الطلامط كتبدل كلشي، كيتبدل كلشي، كتبقاي مقرونه بيه حتى كديري بيه شي حاجه اخرى ولا كيسهل عليك الله وكتبدليه. المهم لو طابلو اللي كنت كنهضر لكم عليه هو هذا اللي خصو يتبدل، حيت غادي يتبدل هذاك الخير بالزرق. البنات دابا راه ديجا الليل، يلا صلاه الماكينه. شوفوا هذاك اللي كنت درت مع هادو ديال الساجور، راه شوفوا ما عرفتش واش لوسخ، ولكن راه ماشي حمر يعني ما كيطلقش، هي غير لوسخ هذا، يمكن غير في الصباغه طلق فيها، ماشي بحال الثوب مع بعضياتو. شفتوا هادو لا كيصلحوا هما، جمعوا كاع داكشي اللي ما تبغيوش. السلام عليكم البنات. المهم هذا راه النهار الثاني، راه فرشت هذا مع جلسنا فيه تعشينا فيه وفطرنا فيه، مبغيتش شي توسخ ليا. انا دابا راه يلاه جبتهم من الشير، راه تصبنوا نشفوا، غادي ندوزو دابا باش نلمطوهم ونشوفوا الشكل ديالهم كيفاش غادي يجي. فكما قلت لكم هذا راه النهار الثاني، ودست باش نحيد نلمطهم ونقادهم. صراحه منين نشفوا بانوا لي في شكل اخر، وفي تنقاو كان فيهم واحد اللون اللي هو مغموق، ولونهم واخا صراحه كندوز لهم ديما لاسبيغاتور، داكشي علاش زوين تاخذوا اولا اونتيطاج، ثاني حاجه تاخذوا الالوان اللي هما مغموقين. وحتى الاونتيطاج واخا تكونوا خديتو فيه الوان هما زعما باردين بحال الباج ولا داكشي، راه كيتنقى، وكاينين طرق اخرى اللي كينقيو بهم، غير انا ما كانش بغيت نقي بهم لانني زعما قادرة أنني نحيدهم فحيدتهم. الله تنقى عرفتي، عرفتو ما كانش بحال هاد اللون، كان واحد اللون بشكل كان مغموق. دابا غادي ندوزو للجهة الأخرى. فهنا جيت كنجمع هادوك المخدات حيت كنبقى كنحولهم من بيت لبيت لبيت لبيت. المهم هاد البودرة خرج ليا اللي في هنا في الصالون، خرج ليا قاعد طلامط مخسره ليا الطلميط. المهم هنا راني تلفت، مبقيت عرفت فين هذاك القنت من داك القنت الاخر. المهم بالنسبه غادي نرجع لكم لاسبيغاتور، حيت كنلقى عليه لي كومونتير حتى هو بزاف، وما بغيتش نجاوب عليه، ماشي حيت ما بغيتش نجاوب، ولكن قلت حتى نكون جاوبتكم في هاد لا فيديو. الا كنت وصلت حتى هنا ضروري غادي تكونوا شفتوا الاول ديال لا فيديو، راه هضرت لكم على لاسبيغاتور، هضرت لكم على المشكل ديالو، هضرت لكم على كيفاش حليت المشكل، زعما كيفاش تحل غير حيت هو في الكارونتي. ومن هنا تعرفت على واحد لا سوسيتي اللي بانت ليا كدير بزاف هاد لا مانتونونس ديال هاد الشيء، ديال بحال هكا الالكتروميناجير، بحال الثلاجات، لي فيسيل، اون سي جامي شي نهار تقدروا توقفوا عليها ولا. المهم انا كيعجبني يكون في بالي شي حاجه باش الا كنت بغيت نصايب الحاجه ما نوحلش، ولا ما بقاش ندور في بلاصتي، سورتو الالكتروميناجير ولا هذا ما كيبغيش انه يبقى معطل ما مصايبش ولا لا قدر الله صافي. المهم هنا ما بغاش يتسد ليا لان راه مع تنفخ مع تصبن ويتجمع وجاني صعيب باش انه يرجع. بالنسبه لهذوك دوك السنيسلات فحاولوا انكم تردوهم، لانه واخا كيتخدش هو تشوف فاش كيتخدش ما كيبقاش زوين، كيولي بحال تجرح، ودوك مع كيكونوا في المخده الا جريتهم كيديروا سطر في المضربه. دونك اللي عندها بحال هكا ولا اللي عندهم توب اونتيطاج اون جينيرال تحافظ عليه بهذيك الطريقه. المهم انا صراحه ما عمرني مسحتهم شي حاجه ولا
كنت كنشوف واحد الطريقه كيديروا بوتس مثلا، ولا المهم ديال ماكينه الصابون ولا ديال لافيسيل، كديريها في ماء سخون وكتشدي واحد الغطاء هكا صغيور وكديرو في فايطه وكدوزي. واحد المره كنت درتها بان ليا تحيد فيه الوسخ، ولكن انا زعما كنت بغيت نحيدهم، لان صراحه من نهار درتهم يعني من ما قليش عامين دابا، ولا من نهار درتهم وعمرو ما عمري بدلتو، ما عمري زعما فرشت شي حاجه اخرى. داكشي باش زوين هاد الاونتيطاش كتكوني مهنيه، حتى بحال هكا اللي عنده الدراري الصغار راه زوين بزاف، حتى في النواماس بزاف ديال الحوايج. دونك الا استعملتوه غادي يجيكم، غادي يبان لكم الفرق بينه وبين التوب عادي. كتكونوا مرتاحين، كلوا لاصوص، كلوا اللي يعجبكم، سختو لاصوص ديال المطيشه ما كتبغيش تحيد لكم من هذيك من الحاجه الا طحت فيها، بحال الابيض بحال هذا، بحال الا كنتي كتكذبي كدوزي عليه بلانجيت ولا شي حاجه صافي. المهم هنا دار لي هذا شحال من حاجه ما عجبتنيش في هذه المخده، ولكن المهم غادي نضيباني وصافي. ما عرفتش واش كنت قلت لكم الثمن ولا لا، واقيلا صايبت شي 300 درهم ولا 350 درهم هادو كاملين. المهم الثمن رخيص، ولكن كما قلت لكم ما عقلتش واش قلتها لكم ولا قلتها في انستغرام. درت دوزيام شوا، يعني ما درتش توب اون تيطاش بحال هذا اللي عندي في سميتو، درت غير دوزيام شوا. المهم قاضي غرض وصافي، حيت بغيت نبدل طلع لي داك اللون في راسي وطلع لي داك الفراش في راسي بغيت نبدلو ونبدل شويه شويه المنظر. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي من بعد ما فرشت. واخا صراحة تعصبت، يلاه شفت هادو، شوفو كي داير لي ليهم دير لي هادي هنايا. انا هادوك المخاد اللي عندي من قبل ما فيهمش ديك الخرطة بحال هكا، هنايا تعصبت. هادي ما عرفتش اينا شكل شادة، ما عرفتش واش بتيكوسة ولا ما عرفتش شنو هو كاع العجب، تعصبت. غادي نمشي مازال نقص عنده هادي. هاد السيد هو اللي كنخدم ليا الصالون، كنت قلت واقيلا في الصالون راه ما شي عبارات ما مقادينش، ما بغي ما تكادوش ليا كيف بغيت، قلت ماشي مشكل، هاد المره غنعطيه يصايب هاد لي بتيكوسون وهاد الشيء. يعصبني ديال بصح، ولو جو بونس واقيلا كاين فرق بين التواب. شوفوا هذاك التوب مساري، هاد التوب شويه مطلوق، ولا هو زاد في العبار ما عرفتش. باغ كونطخ انا رديت ليا المخده وديت لي بتيكوسان الاخرى الحمراء اللي كانت هنا باش ياخد لي عليهم العبار. عرفتي دابا ما عرفتش كلي بحالي، واش كنبغي الحاجه تكون مقاده. هادشي الصغير دابا عصبني، حيت ملي خديتهم عنده انا غير قارنت بيناتهم، ما جيتش جربت في المخده واش جات. دابا يلا حطيت، المهم هو منظر راجو زوينين، حيت انا هادوك مفتحين بزاف. نورمالمون خصني هذاك هما اللي ندير في الصيف، هادو اللي ندير في البرد، ولكن ماشي مشكل. الشكل ديالهم جا بحال هكا. الطابلو مازال ما غاديش نبدلو، حيت ما عنديش صراحه دابا باش نبدلو، ما عنديش شي حاجه باش نبدل. المهم الشكل جا بحال هكا. هادو خلاص راه كيقولوا ليهم البريزه. المهم الا كنتو باغيين تعرفوا لي بخي، لا دعوتني خسر ليا الفيديو. الا كنتو باغيين تعرفوا كل شيء على لو سيجور، على الطبله، على لو ستور، على كل شيء، غادي تدخلوا غادي تشوفوا تشوفوا لا فيديو ديال السيجور، راه فيها لي ديتاي ديالهم كاملين. المهم هنا درت جوج كيف ما كنت دايره في هذوك الاخرين، غير صراحه ديك التفريشه الاخرى انا عجبتني على هذه. المهم غير باش نبدل شويه الروتين، ودرت هذه هنايا، درت هذه كحله، وقيلا يقدر غنبدل هذه الكحله مع هذه، قولوا لي نتوما واش هكا احسن. ندي ديك الكحله لهيه، حيت انا ديك المره كنت درت 6 وغير كيشيطو ليا، وقيلا هكا احسن. المهم الشكل ديالو جا بحال هكا. كانت هذه هي النتيجه البنات، كنتمنى انها تكون عجبتكم. بالنسبه للطابلو لا فيديو اللي حطيت لكم قبيله كنت ديجا صورتها، مازال ما عجبت لو طابلو، دابا راه جبتو، حتى ان شاء الله نصور لكم ونوريكم من عند من جبتو.
وكنتمنى انه يعجبكم وتكون الفيديو عجبتكم، فما تنسوش انكم تلايكي بلا فيديو تبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده، لان صراحه هذا الشيء فيه مجهود كبير 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 كبير، سخطو ان الوقت ما كايناش بزاف ديال الضغوطات ديال الحياه اللي كيخليو بنادم صعيب باش انه يدير بحال هكا. راه يوتيوب راه صعيب واخا هكاك، سخطو فاش ما كتشوف فيش واحد التجاوب كيجيك شويه ديال الاحباط. المهم نخليكم الى فيديو قادم، باي باي.